نعم، دور لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبقية اللجان هو دور تنسيقي ما بين الجهات الحكومية وأرباب الأعمال نعم. وكذلك طالبين العمل. يوجد في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض نعم. مراكز للتوظيف، مراكز للتدريب، مراكز للتأهيل. كذلك تلتزم غرفة الرياض بتقديم الدورات التدريبية التأهيلية المناسبة نعم. لانخراط طالبين العمل أو الشباب المقبلين إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. طبعا عودة لسؤالك السابق، دور الشركات الكبرى شركات الاتصالات، نحن في اللجنة اقترحنا أن يتم استعودة بنسبة أكثر. طبعا شركات كبرى الوظائف فيها جدا مناسبة للشباب والبنات. لدينا أعداد كثيرة من الشباب والبنات الذين عادوا من الابتعاث وهم الآن يعني جالسين في البيت يبحثون عن عمل. نعم. الشركات تقدر توظف أعداد أكبر. كذلك لا نهمل الشركات المتعاقدة مع الشركات الاتصالات الكبرى. يجب أن تكون الأوتسورسينج كومبانيز كذلك أن تكون نسبة السعودة فيها عالية. نعم. وإن شاء الله تعالى يحقق. هناك دراسات وأرقام لسوق العمل تقوم بها لجنة سوق العمل في الغرف التجارية، يعني دراسات توضح أرقام الخريجين كذا، أرقام أو عدد الوظائف كذا، حتى يتم التنسيق واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم صحيح. يوجد آلاف الوظائف في قطاع الاتصالات. طبعا تم توظيف أعداد كبيرة. نعم. معروف الفجوة ما بين سوق العمل وكذلك عدد الخريجين البطالة. اللجنة تعمل مع وزارة العمل وكذلك مع الجهات الأخرى لإغلاق أو سد هذه الفجوة إن شاء الله. ممتاز.